استعد الجيش لملاقاة أعظم وأقوى دولة في ذلك الوقت، الروم. واستعمل رسول الله علي بن أبي طالب على المدينة، وكان علي ممن يحبون الجهاد، فحزن لذلك. أستودعك الله يا علي، وأعانك الله على أهلنا والمدينة. قال له علي: والله يا خالد، ما وددت أن أجلس مع النساء والأطفال والعجائز لولا أنها رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أطع رسول الله وارضى يا علي، فهذا جهاد وذاك جهاد. وبقي المنافقون يضحكون فرحاً بتخلفهم عن الجيش. سمع علي كلام المنافقين فركب حصانه وانطلق يلحق برسول الله. انطلق علي كالسهم حتى لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، خذني معك إلى الجهاد، يقول الناس إنك قد تركتني لثقلي عليك وتخففا مني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبوا، ولكني خلفتك لما تركت ورائي، فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك. أفلا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. فرجع علي واستكمل رسول الله المسير. انطلق جيش المسلمين، العدد كبير حتى إن البعير الواحد كان يتناوب عليه 18 رجلاً. الشمس في كبد السماء حارقة والحر شديد، يصاب الجيش بالجوع والعطش الشديد الذي أجهدهم، حتى أوراق الأشجار يأكلونها إن وجدت من شدة الجوع والعطش، بدأ يشق الرقاب. كل هذا لم يثبط من عزيمتهم ولا جهدهم وجهادهم، ومن هنا جاءت تسمية ذلك الجيش بجيش العسرة. يا رسول الله، إذن لنا في نحر بعض من البعير نأكل ونعصر أكرشها فنشرب من فرثها. أذن لهم رسول الله في ذبح بعض من البعير، ثم رفع رسول الله يده إلى السماء ودعا ربه، واستمر يدعو حتى نزل المطر منهمراً، فشرب الجميع وملأوا أوعيتهم وسقوا البعير ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لم تلحق برسول الله أبداً يا كعب بن مالك. أتى محمد بجيش كبير، لم ننتصر عليهم وهم 3000، فكيف ننتصر عليهم وهم 300,000؟ هيا ننقل الخبر إلى القيصر، هيا هيا. Thank you.
سيدي القيصر، أعداد كبيرة يا مولاي عظيم الروم، لا قبل لنا بهم. إنهم قادمون يا سيدي، سنموت جميعا. هل أتى محمد معهم؟ نعم يا مولاي. لم يكن معهم وقاتلوا ببسالة منقطعة النظير، فما بالك الآن وهو معهم؟ إذن نرسل له رسولا من عندنا بالمصالحة وعدم القتال، ونحقن دماءنا. نعم الرأي يا مولاي. لما سمع الروم بقدوم رسول الله وجيشه دب الرعب في قلوبهم، فتفرقت جيوشهم وانسحب من كان يقف معهم، وفروا في الوديان وبين الشعاب رعبا من جيش رسول الله. فهزم الروم بدون قتال، وكفى الله المؤمنين شر القتال. فعسكر النبي أياما في تبوك يعلم المسلمين ويذكرهم بأحكام دينهم، فجاءت القبائل المحيطة برؤسائها وملوكها تعلن رضوخها لرسول الله في سلام. طلب رسول الله من خالد بن الوليد أن يذهب في سرية إلى ملك دومة الجندل أكيدر بن عبد الملك. ولكن يا رسول الله، إن حصنه لشديد. قال رسول الله لخالد: ستجده يصيد بقراً، فاطلب منه أن يأتي إلي. لك السمع والطاعة يا رسول الله. يا خالد، كيف يخرج ذلك الملك للصيد؟ قال رسول الله: إننا سنجده يصطاد، فلننتظر وسنجده. رأيت يا رجل، هذا البقر جند من جنود الله. هل رأيت مثل ذلك؟ لا والله ما رأيت. ومن يطرق هذا؟ لا أحد، سأنزل لصيده.